مرحبا بكم في النسخة 44 من رالي داكار والثالثة على التوالي في المملكة العربية السعودية. خط لحظات صعبة وأخرى جيدة. أعتقد أن فوزي في داكار يعود إلى حفاظي على هدوئي. قررت التغيير من أجل هدفي، لطالما كنت أبحث عن المزيد. عندما سمعت بالمشروع والحلول التقنية ودعم أودي له، أردت حقاً أن أكون جزءاً من هذه المغامرة، لذا قبلت بسرعة أن أواصل مسيرتي المهنية. أشعر بالفخر بعد هذا الفوز وأنا متعطش للعام الجديد. كانت واحدة من أفضل اللحظات في حياتي. داكار سيكون رائعاً. القسم الأول من المرحلة الأولى بطول 19 كيلومتراً بين جدة وحائل ستطغى عليه المسارات الترابية والكثبان الرملية. أنا متحمس جداً، لكني أشعر بالتوتر كذلك عبر تواجدي هنا. رؤية كل ذلك يمثل منح تعلم بالنسبة لي. حماس كبير يملأني بالتواجد هنا، خليط من المشاعر المختلفة. تكون متحمساً وتنتظر إذا كنت ستنطلق أم لا. لا نعلم ما الذي يمكن توقعه، ولكن علينا أن ننطلق. كل الأمور باتت ضخمة بعض الشيء بالنسبة لي الآن. أعتقد بأن هدفي هو مراقبة الجميع والتعلم ومحاولة إكمال الرالي. أشعر بالتوتر بعض الشيء. لست خائفاً، متحمس فقط. متحمس بأن أكون جزءاً من هذا الحدث وأن أبدأ رحلتي هنا. حماس كبير كما تعلمون. لا يمكن بدء العام الجديد على نحو أفضل من ذلك. سعادة كبيرة أن تتواجد هنا في أول يوم من العام على دراجتك وتقوم بما تحب. أتوقع أن هنالك دوما رغبة بالفوز بالرالي. سننتظر ونرى ما تحمله الأيام المقبلة. آمل أن نحقق بعض النتائج الإيجابية في النهاية. أنا متحمس بالفعل، لكن الأمور لم تسر على نحو جيد العام الماضي، كما أن الاستعداد للرالي كان صعباً جداً. لذا فإن هدفي هو أكمال الحدث، وإذا ما حققت ذلك فسأكون عندها قد قمت بعمل جيد. لم يعاني الكثيرون اليوم، بخلاف السائق الفرنسي جولان شيشيريت الذي يعود للمنافسات بعد غيابه منذ العام 2016. لقد عملنا لعامين، قمنا باختبارات للعديد من الكيلومترات ووجدنا حلولاً للمشاكل التي واجهتنا، لكن هذه المشكلة لم نواجهها سابقاً بالرغم من التجارب التي قمنا بها. خضنا التجارب في كافة الظروف وكل الأمور سارت على نحو جيد، لكننا لا نعلم ما الذي حدث. إنها مشكلة كهربائية ولا يبدو الوضع جيداً. قمنا بتفكيك السيارة عدة مرات منذ بداية العام وأعلم مراحل تطورها، لكنه لا يمكنني القيام بالكثير حيال المشاكل الكهربائية. تمتعنا بالطموح للمنافسة في المقدمة، لذا فإن ما حدث كان محبطاً، لكن هذا هو الحال. سننافس الآن في المراحل الخاصة إذا ما رغبت السيارة بالعمل من جديد. سنركز على الفوز بالمراحل الخاصة، وهذا كل ما بوسعنا فعله. لقد انتهت أمالي بالصعود إلى منصة التتويج. ضمن فئة الدراجات النارية، فإن الفائز بنسخة العام الماضي الأرجنتيني كيفن بنافيداس مع هوندا قد انتقل إلى فريق كي تي أم. بداية جيدة لهذه الرحلة بحلوله رابعاً. يأمل روس برانش دراج جامها أن يتواجد ضمن دراجي الطليعة، حيث تمكن من إنهاء مرحلة اليوم بالمركز الثالث. يخوض بابلو كوينتانيا القادم من تشيلي هذه المغامرة مع الصانع الياباني هوندا. كان يهدف إلى التواجد ضمن الخمسة الأوائل، وهذا ما نجح بفعله بتحقيقه للمركز الثاني. أما الصدارة فكانت من دون شك لدراج غاز غاز الأسترالي دانيال ساندرز الذي أثار الإعجاب في نسخة العام الماضي. جدير بالذكر أن فوارق الأزمنة اليوم مضاعفة بخمس مرات، ولذا فإن الفارق ملحوظ بين العشرة الأوائل.
بعد سيطرة أودي مع شعارها ذات الحلقات الأربع المتداخلة على مختلف أنواع رياضة السيارات، قرر الصانع الألماني دخول رالي داكار بسيارة كهربائية متسلحاً بأسماء كبيرة كستيفان بيترونسال أكثر الفائزين بهذا الرالي. تجلت المشاعر على خط الانطلاق لأن الجميع كان ينتظر أول كيلومتر في الحدث. قررنا هذا الصباح أن نقود بهدوء. الاستراتيجية لم تتمثل في التواجد ضمن العشرة الأوائل، ولكن على عكس مواطنه فإن سيباستيان لوب حاول الضغط على متن سيارته الجديدة بحرين ريد إكستريم التي تم تجهيزها بالكامل مع القوانين الجديدة الخاصة بفئة تي 1 بلس. كانت استراتيجيتنا هي التواجد ضمن العشرة الأوائل في هذه المرحلة من أجل اختيار مكان انطلاقنا في الغد. إنها المشاركة الثانية لجنوب أفريقي هانك لاتيغان، لقد انسحب من الرالي العام الماضي ولكنه أكثر جهوزية هذا العام. إنها المشاركة الرابعة لبراين بارغواناث في رالي داكار محرزاً المركز الثالث مع سيارات سي آر 6. في عن ألوان أودي كذلك بطل داكار كارلو ساينز الذي حل ثانياً خلفه الفائز بمرحلة اليوم ناصر العطية الذي احتفل مؤخراً بلقبه الخامس في كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة كروس كانتري. عليك الفوز هنا، ولاحقاً بإمكانك اختيار مركز انطلاقتك لمرحلة الغد، إذ سيكون من المهم الانطلاق من الصفوف الخلفية. العطية في الصدارة أمام ساينز بثوان قليلة. سجل السائق الأمريكي ساث كوينتيرو أسرع الأوقات ضمن فئة تي 3، حيث تقدم على السائق بطولة العالم للراليات أندرياس ميكلسن بفارق 3 ثوان فقط. بإمكانكم أن تتخيلوا الصراع في هذه الفئة. سيطر الأخوان ماريك وميشيل كوكزال على فئة الأس أس في، فيما قدمت السائقة الأمريكية مولي تايلر تأدية جيدة في أول مشاركة له في داكار باحتلالها للمركز السادس بفارق دقيقة عن الصدارة. ننتقل الآن إلى فئة الكواتس. الفوارق تبدو كبيرة بالفعل، إذ كان جوفاني أريكو ثالثاً اليوم بفارق 2:35 عن الصدارة. عجز الفرنسي ألكسندر جيرو عن إكمال النسختين الأخيرتين من الرالي، لكن بدايته كانت قوية لليوم. كان مانويل أونديار فائز العام الماضي الأسرع في مرحلة اليوم. توماس كوبيانا وإيتالو بيدمونتي أكملا الخمسة الأوائل، في حين خسر بابلو كوباتي قرابة 8 دقائق بالفعل. يا لها من سيطرة كاملة لكاماز في هذه المرحلة. الوحش الروسي احتل المراكز الأربعة الأولى، أما إغناسيو كازالي الذي انتقل إلى فئة الشاحنات العام الماضي فقد كان أقرب المنافسين. هذا كان كل شيء من مرحلة اليوم القصيرة. تابعونا في الغد مع مرحلة أطول لنعلم من الذي سيتمكن من التفوق على الآخر ضمن جميع الفئات في نسخة 2022 من رالي داكار.